الفايت نمبر 9 يلي رح تشبع علي حويك، علي حاويك وعمر حليم. عمر حليم علي حويك من نادي اليخمور، 19 سنة، 71 كيلوغرام، 170 سنتيمتر. علي حويك كمان عم نشوف فايت صغيرة من حيث السن، متبقي 5 فايتس لليلة، هالسهرة الطويلة على شاشة البي 2 والسوشيال ميديا. اللاعب الثاني عمر حليمة بانتظار دخوله إذن إلى الحلبة. عم نشوف جمهور كبير لعمر حليمة، أجواء رائعة جدا. عمر حليمة لاعب جولد جيم علي، مدربه الكوتش فراس عباد، 18 سنة عمر حليمة، 71 كيلوغرام، 172 سنتيمتر. جمهوره كتير كبير عمر حليمة بالقاعة. عن جد بالفعل أجواء رائعة جدا لهالإيفنت براس المتن، راس المتن رويال باتل بوكسينج كي 1. This man is a K1 kickboxer with a semi-professional record of 1 win and 1 loss. Ali Hawi. With a semi-professional record of 1 win and 0 losses, give it up for Omar Rashid Shaban Halim. هوني أنا بدي أذكر شغلة للجمهور، أي سي أس حبت تقدم لأفضل لاعب بمباراة اليوم، حتكون متكفلة بسفره لبطولة العالم للكي 1 بويلز، فهيدا الشيء حيتقرر بعدين عبر صفحة اي سي اس لنشوف افضل لاعب مين بينقوه. لهلا لمين بتنقي افضل لاعب؟ مش رح تهرب من اسئلتي وحزبها. خلينا ليخلص المباريات بننقي لهلا. برأيي المباراة اللي قبلها حسين نصار قدم اداء رائع، اداء اثنيناتهم لعيبة قدموا اداء قوي، كمان صدام الرفاعي اللي او الرافعي يلي يعني سوري جواد غزال يلي اخرج صدام رفاعي الرافعي بكي او بكي او. انطلاق اذا تدخل سريع، تدخل سريع طلع برات الحلبة عمر حليم. علي حويك بالشورت الأزرق، عم نشوف هدوء بين اللاعبين، تركيز الشغل كومبينيشن بشكل قوي. لاعبين بيشتغلوا يعني على الرغم من صغر سنهم ولكن شغل كتير كبير. وهون تناقل بانشات مباشرة على الوجه من اللاعب علي حويك على اللاعب عمر حليبي، او كومبينيشن بدي له اياها سريعا. كمان ركلي اللاعبين يعني اجريسيف اثنيناتهم. لنشوف هون عمر حليم عامل كابينج وعم نشوف على ظهره. صحيح، هاي ثيرابي منيحه للفايترز قبل الفايت ويك.
ايه عم نشوف الركلات تبعون لعمر حليمة عم بيكونوا مؤثرين على اللاعب علي حويك، بس كمان علي حويك عم بيقدم كومبينيشن كثير قوية، يعني ركلة من هون وبانش من هونيك ولحق يا حكم اي نقاط. مباراة رائعة جدا، عم نشوف ما عم تتوقف، يعني الجولة الاولى سريعة جدا. اي عم نشوف كومبينيشن كثير قوية من عمر حليمة. اي كمان كمان و انتهاء ال يعني انتهاء الجولة الأولى. شو بصير إذا كان سمع الجرس اللاعب وكفى هون انتهاء الجولة دغري مطلوب إذا كان في احتكاك بين اللاعب مسبقا دغري يفوت الحكم. لهلا مين بتعطي الأفضلية؟ ليك المباراة بلشت بشكل راحت شوي لعلي حويك، بعدين قدر يسيطر على جو المباراة عمر حليمة، فأول جولة متكافئة فينا نقول. أول عم نلعب الديتان، عم نشوف هون التعليمات من مدرب فراس عباد للاعب عمر حليمة. على كل حال بلش يتغير الطقس، بلش يتسقع شوي. صحيح بلش دورة القاعة. صح، يعني ممكن نشوف اداء افضل بعد من اللاعبين. صحيح الجو الجو العبقه بتاثر شوي على اللاعب امراض. بالاعاده عم نشوف الحكم عم بفرقهم على بعض، ولكن كيفين يتعرض لشيء. صحيح لشيء بوكس. عم نشوف اللكمات اللي كان عم يتلقاها اللاعب علي حويك. عودة لمتابعة فايت نمبر 9 لليلة من بعد الفايت، متبقي 4 فايتس. اطلاعة سريعة، اطلاعة سريعة على الجولة الثانية. شكل كثير قوي عم يشتغلوا. اطلاعة سريعة جدا للجولة الثانية، يعني منا بعيد الكي او بهالمبارزه، بعد معك 5 مباريات واثنين كي اوز تيصيب توقعك يوسف، ما بنسي لك اياهم هون. ايه ثلاثه عم يشتغلوا بشكل قوي، عم يشتغلوا لوكي، ثلاثه بيلعبوا بطريقه هجوميه كمان هون عمر حليم. مش معقول هالمباراه، اكثر مباراه سريعه لهلا عم بتقدر تغطي على الفايت نمبر 8. كمان كمان ما حدا عم يتوقف، لياقة عالية علي وعمر. اوه عم شوف كومبينيشن، ما حدا بحس بالوجع، كله بفوت خلص ادرينالين عالي، كل شغال. وهون كيك قوية من عمر، الجمهور عم يتفاعل معهم بشكل كثير قوي. ايه وهيدي المباراة عم تسرق الاضواء من فايت نمبر 8. فايت نمبر 9 اجمل، هلا كل ما فتنا بفايت كل ما تكون احلى واحلى، كل ما عم بيعلى المستوى، كل ما عم نشوف جاهزية اللعيبة. لاعبين صغار 19 سنة 18 سنة، ولكن ما بتفرق معهم، بده يفوت على الاخر، بده يسجل نقاط ولو تعرض لنقاط، ولو تعرض للكمات وركلات وكل شيء، بده يفوت يهجم يسجل يتقدم ويفوز. كل واحد جاي يثبت حاله هالليلة الياس، اللي بيقدم مباراة قوى كله عم بيحارب، مثل ما وعدهم استاذ وليد الافضل هو اللي حيطلع يلعب ببطولة العالم، فكله بده يثبت حاله ليطلع يشارك. كمان كمان ما عم يوقف عمر، ما عم يوقف، هالمرة عم يتلقى ضربة، ضربة قوية من علي حويك، حلوة كثير كانت من علي حويك. عمر حليمة كان تقدم ولكن تعرض لضربة قوية، وهون ال الكاونتينج عم بيقول له، عم بيقول له للحكم ما تأثرت. ليك 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 عم يرجع بسرعة، عم يرجع بسرعة على الفايت. عمر رائع، ولعت الحلبة بهالأثناء بين علي حويك وعمر حليمة، وهلا شغل الجادجز شغل كثير كبير ليحتسبوا النقاط، يعني صعبوها على الحكام. ثاني جولة عم تنتهي، وهلا بدنا نعطيها أجمل فايت لليلة، فايت نمبر 9. قدرت تتفوق على فايت نمبر 8 يوسف، ما تقول لا. لياقة وشغل أكثر، هون عم نشوف شغل أكثر، بس إذا بنروح على المباراة اللي قبلها كان فيها تكنيك، كان فيها تركيز أكثر، كان فيها كومبينيشن. بس هيدي حمست الجمهور أكثر. هيدي هيدا اللي بهمنا. جمهور جمهور عمر حليمة جمهور كثير. حتى الكوتش تحمس. مباراة جميلة جدا. مين رح يفوز بالجولة الأخيرة من هالمباراة؟ علي ولا عمر؟
هون عم نشوف تعليمات القدس راس عباد للاعب عمر حليمه قبل بدايه الجوله الثالثه والاخيره اللي هي اللي حتثبت مين حيفوز بهالمباراه. الكليك بالاعاده عادي بحد عم يتهتى. راوند 3 إذن فايت نمبر 9 راوند 3 فايت. خلينا نشوف مين رح يفوز بهالمباراة. مش معقول ما حدا عم بوقف بانشز من الميلتين. علي وعمر عم بمتعونا على الحلبة. برافو يا علي برافو يا عمر. متعوا الجماهير يلي نصهم صاروا واقفين بالمدرجات. ما حدا حتى الحكام ما رح يعرفوا مين رح يفوز بهالمباراة. يعني صعبوا يعني الجولة الثانية صعبوا الشغل على الحكام. هلا عم بيطلعوا يصعبوا عم بخلوها تصير مهمة مستحيلة على الحكام. ممكن 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 بهيك مباريات نشوف جولة رابعة إذا كان النتيجة متعادلة نشوف إنه في عنا بعد جولة. إذا كانوا يا ريت يا ريت نشوف جولة رابعة والأحلى والأحلى شوف نوك أوت. لاعبين رائعين بالفعل 19 سنة و 18 سنة 19 لعلي 18 لعمر. من أشرس المباريات لليلة. ما حدا عم بوقف ما حدا عم بوقف ما حدا بحس بالوجع. كله بده يهجم كله بده يسجل نقاط فوق تحت وين ما كان. كل ثانية فيها نقطة. 30 ثانية نص دقيقة بتفصلنا عن المباراة لنشوف لمين حتروح النتيجة. مباراة كثير قوية. اي عم نشوف كمان لكمات على الوجه. مش معقول نسبة او القدرة على التحمل عند الفريقين. الحكم بوقف اللعب قبل 14 ثانية بيكسر تيمبو الفايت. هلا ممكن نشوف 14 ثانية رعب يعني هلا من الطرفين. شغلة المدربين بيقولوا لهم بعد في عندكم 14 ثانية. اللاعب بده يعطي كل اللي عنده بهال 14 ثانية. 14 seconds بينطلقوا بهاللحظات عمر وعلي. ما حدا بده يخسر اثنيناتهم بده يفوزوا. ما حدا عم يستسلم. مش معقول مش معقول. حلو كثير هالفايت. ثانيتين والوقت عم ينتهي الوقت عم ينتهي واللاعبين عم يحتفلوا. مين يلي راح يفوز رسميا مش احتفاليا؟ مين بيقول؟ والله صعبة صعبة جدا. عن جد ما ممكن تتوقع يعني. انت انت بتقول كثير قوي. انت شوف انت بتقول انا رح اقول عكسك حليمة. انا رح اقول عكسك مين؟ انا علي عمر حليمه ليش بالاسامي. عمر حليمه بياخذ المباراه. اثنيناتهم اشتغلوا اثنيناتهم اللاعبين قوية. بدنا نشوف النتيجه. انا رح اختار فايت نمبر 9 الاجمل لليله. لا تكنيك ولا لياقه ولا شيء. اجمل اثاره لليله فايت نمبر 9. يعني اثنيناتهم طلعوا ربحانين سواء شو ما كانت النتيجه. اثنيناتهم قدموا مستوى كثير عالي مستوى كثير قوي فيق بالاعاده لك بالاعاده. اجمل فايت لليله. اللاعبين عم يحتفلوا الجمهور كله عم يحتفل بهالشو الرائع ولكن بيبقى في رابح رسمي وحيد. لنشوف مين رح يفوز علي ولا عمر. علي حويك ولا عمر حليمه. علي حويك إذن عم بفوز بالفايت على عكس توقعات يوسف عبود. بالتوقعات انا توقعات عكسك. انت بعكسي. بس مباراة عن جد كثير قوية. لاعبين كثير لعبوا بشكل قوي. مبروك لعلي حويك. هارد لك كبيرة لعمر حليمة. أجمل مباراة واحتفال علي حويك.